إليك رسول الهدى. أزهر نور أبسم العود الندي، والكون جلباب السعادة يرتدي، وملائكة الرحمن تتلو في السماء أوراد تسبيح في ذكرى المولد. ولسان حالي في الحقيقة قائل، ماذا بمدحك سأنظم سيدي. اعتادت سمراء أن تكون سباقة بالاستذكار والاحتفال بمولد فخر كائنات عليه صلوات ربي، فقد تجسدت المشاهد التمثيلية للسيرة النبوية والمسابقات والأناشيد في هذا الحفل الذي أقيم على آثار جامع ومئذنة الملوية، الذي يعطي طعما خاصا لهذه المناسبة العطرة. في هذا اليوم المبارك يقام على أرض مدينة سامراء وبالقرب من ملوية سامراء حفلا بهيجا وكبيرا يشارك فيه أبناء المدينة كبارهم وصغارهم بالحضور احتفالا وابتهاجا وفرحا بمولد سيد الكائنات وفخر الأمة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. واستثمر البعض هذه المناسبة لإطلاق دعوات، وأن يكون هنالك إطلاق سراح الأبرياء الذين يقبعون ظلما في السجون وكشف مصير المغيبين، فرسالة الوسطية والاعتدال والتراحم كانت حاضرة. فمثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. إن من صفات النبي عليه الصلاة والسلام أنه رؤوف وأنه رحيم، وأن الرأفة والرحمة تجسدت في مواقف كثيرة للنبي عليه الصلاة والسلام. نحن اليوم يعني كثير من الأبرياء في السجون، أعتقد من الضروري أن تنظر الحكومة المركزية بعين الرحمة والرأفة لهؤلاء المعتقلين. نحن لسنا يعني إلا مع الحق أينما كان. هي الذكرى التي تمر عطيرة على قلب كل مؤمن، فحبه صلى الله عليه وسلم مصدر حلاوة الإيمان. فمن بداية 12 من ربيع الأول تبدأ الاحتفالات وتستمر إلى نهاية الشهر المبارك على مختلف أشكالها وألوانها. فنبي الرحمة خير قدوة للبشرية. من صلاح الدين برا كنعان، قناة الفلوجة.